الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. صلاة القضاء، يعني أحد العمال كان بالورشة ولم يصل الظهر أو العصر، يعني اتأخر فما صلى الظهر، فما حكم الإسلام في ذلك؟ لماذا لم يصلي الظهر ولا الجمعة؟ كان متهاونا ومتكاسلا أو ما كان يصلي قبل ذلك. خلاص، ما دام أخرج الصلاة عن وقتها، نعم، فإن كان يستطيع أن يعيد ذلك اليوم فهو يصلي فيه. طب وإذا كان متهاون فيها من ثلاث، يعني من فترة طويلة، 10 سنين، 15 سنة، يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلاة في أوقاتها من جهة، نعم، ثم يكثر من النوافل من جهة أخرى. الله يجزيك الخير. نفعنا الله وإياكم بعلمه، وجزى الله شيخنا عنا خير الجزاء.